ميزة قوائم تشغيل لها دور كبير جدا، ومن بينها زيادة المشاهدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بحول الله سوف نتعرف على كيفية إنشاء قوائم التشغيل للفيديوهات والتي تقدم لك العديد من المميزات. ما بين هذه المميزات أن هذه قائمة التشغيل تقوم بجمع لك عدد كبير جدا من الفيديوهات في رابط واحد، يعني أي شخص ربما لديك حلقات أو سلسلات أو كما نقوم نحن الآن بالدورات، تكون هناك سلسلة 1 2 3 يشاهدها تدريجيا، تجعلها تزيد في عدد المشاهدات وإطالة الناس لديك في قوائم التشغيل، كما أنها أيضا تساعد في السيو، أيضا ترتقي في محرك البحث إذا استعملت هذه الطريقة التي سوف أشرح لك. أولا عندما نقوم برفع أي فيديو عادي، طبعا نعتبر أن هذه الدورة الثانية هي أننا نقوم برفعها، سوف تكون على هذا الشكل. سوف نختار لها قائمة، كما تلاحظون قوائم تشغيل في هذا الأسفل، قوائم تشغيل في هذا الأسفل، سوف ننقر عليها بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف نقوم بإضافة أو قائمة تشغيل جديدة ننقر عليها بهذا الشكل، ونكتب مثلا اليوتيوب بهذا الشكل، اليوتيوب 1، ثم بعد ذلك إما أن تكون خاصة أو علنية، طبعا سوف أتركها علنية، وثم سوف ننقر على إنشاء. أصبح لدي الآن يوتيوب 1، هذا الفيديو هذا أصبح في يوتيوب 1، وأي فيديو أقوم بنشره له علاقة بهذه السلسلة أو ليست له علاقة أقوم باختيار له فقط اليوتيوب، كما أنا قمت اخترت له دورة الربح واليوتيوب كذلك، كما تلاحظون سوف أقوم بعمل التم فقط. الآن سوف ندخل إلى قوائم تشغيل لتعديلها والعمل عليها، هي هذا المكان قوائم تشغيل. كما تلاحظون هنا سوف أجد العديد من القوائم، اليوتيوب، الدورة الربح من اليوتيوب، مشروع مربح، برامج مجانية، أي شيء أنا أقوم بوضع له قائمة خاصة به. إذا تحدث عن تطبيقات أصنفه في التطبيقات، إذا تحدث عن الربح أو نص أصنفه في الربح. فلو أريد أن أقوم بتعديلها سوف نتعلم الآن كيفية تعديلها. سوف ننقر على التعديل بهذا الشكل، يعني هذه القائمة فقط سوف نتعلم فيها كل شيء، كما تلاحظون سلسلة هاي من 1 إلى 8. فهنا سوف أدخل لهذا المكان لابد الدخول إليه، سوف أختار له عنوان خاص بي أو أقوم بتغيير العنوان، عندي 150 حرف هو الذي أستطيع أن أكتب، ثم بعد ذلك عندي واحد المكان اللي هو الثاني اللي هو يا إما تكون عام أو غير مدرج أو خاص، يعني خاص لا يستطيع أحد مشاهدته إلا أنت، أو غير مدرج يعني الأشخاص الذين تشارك معهم فقط هذا الرابط وهم الذين يستطيعون مشاهدة الفيديو، وكذلك عام أي شخص يستطيع مشاهدته. في هذا المكان هنا أنا أكتب محتوى خاص بهذه الدورة، لماذا؟ لأنني سوف أذكر فيها كلمات دلالية لجعلها ترتقي في اليوتيوب، ثم بعد ذلك أقوم بعملية الحفظ. في هذا المكان هذا التعاون، إذا اخترت التعاون يعني أي شخص يمكنه أن يشارك معي الفيديوهات الخاصة به في نفس القائمة الخاصة به، يعني عندي واحد بعض الأصدقاء سوف يشاركون معي في نفس القائمة الخاصة به، تمام؟ أنا طبعا لن أسمح بذلك، فهنا إعدادات قائمة التشغيل، فهنا في هذا السماح بالتضمين. ما هو التضمين؟ التضمين هو مثلا إذا نقلنا على إعدادات متقدمة مثلا، هذا هو التضمين المشاركة، فلا ليس المشاركة، هنا مشاركة التضمين، يعني أي شخص يستطيع أن يقوم بحمل هذا الرابط الخاص باليوتيوب ووضعه في المدونة الخاصة به ويضعه، ويمكنني يعني عدم الموافقة عليه، يعني إعدادات قائمة تشغيل. هنا إضافة فيديوهات جديدة إلى أعلى قائمة تشغيل، لا تلمسها لأنك أنت أيضا عندما تقوم بنشر الفيديوهات تظهر في الأعلى، عادي، أمر عادي، يعني لا تحتاج إلى تغييرها. فهذه الأمور فقط التي تحتاجها ويمكنك حذف القائمة بصفة كاملة، وأعتذر على الإطالة، فهذه الدورة التاسعة إلى الدورة الماجية إن شاء الله بحول الله، ونتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين، ونتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.